لاعبين جزائريين لعبوا مع أندية أوروبية مختلفة. اشترك لأننا اقتربنا كثيرا من 80,000 مشترك. اللاعب القادم المدرب الكبير جمال بالماضي لعب مع مانشستر سيتي من قبل، ولعب خط الوسط الجزائري صاحب 29 سنة نبيل بن طالب لاعب لنادي توتنهام. أفضل لاعب ارتكاز في إفريقيا حاليا ولعب اي سي ميلان الحالي اسماعيل بن ناصر لعب أيضا مع أرسنال. وأخيرا اللاعب القادم الذي سوف يتذكره القليل منكم فقط مصطفى دحلب لعب لنادي باريس سان جيرمان.